واحدة بتقول ما رأيك في أبويا الذي يمنع خطوبتي لأنه يقول بعد إخواتك البنات لما يتجوزوا وأنا لا أكلفه أي شيء في الخطوبة؟ مش صح أن الأب يركن البنت البيت لما كل أخواتها يتجوزوا؟ افرض اخواتها دول ما تجوزوش خالص، يبقى البنت يروح عليها كل خطيب، او افرض اتاخروا في الزواج يبقى البنت تكبر في السن. مش صح الحاجات دي. منين ما يجي للبنت نصيبها تتجوز، وكل واحده حسب نصيبها في الميعاد اللي يريده ليها ربنا.